بودكاست بيان ايفيدامون باش نسمعوا سي مهدي. حاضرين معنا سي اسماعيل بن صالحه وحاضر معنا سي محمد الزوايي. نقول لك اهلا وسهلا سي مهدي، مرحبا وبيك عايشك، مرحبا بيك. هو احنا نعرفوا اللي العفو نعرفوا اللي سي محمد حابك تكون بحذانا هوني في الاستوديو لالتزامات مهنيه بحته، انت ماكش موجود معنا هوني، ولكن حاليا كومام قلنا ناخذوك بالهاتف باش نرجعوا على التجربه جوستومون تاع لونتربرونيا فيرت. وفما ان تيمونياج اللي حاب يوصل صوتك جوستومون سي محمد الزوابي بارابور ا سلا اي دو لابروش ار اس او او اس جي في لونتربرونيا تونيزيان اليوم. مرحبا بك. داكور، مرحبا بك سي مهدي وشرفتنا. دونك عايزك سي محمد بارك الله فيك، حبيتك انا ونشد صحيح في التيمونياج نتاعك على السكسس ستوري اللي سمعتها في بعض المناسبات، حبيتك تشرفنا انك تحكي لنا عليها، تحكي يعني كومون سا كومونسي اي كومون سا كونتينو، سا نو ساشيف با اي سا نو فيني با، سي لا بيرينيتي بويسكو فوز ان فات توت افي اون فيلوزوفي. احكينا شكرا. ça d'abord merci de l'avoir considéré comme une success story. انا je la considère comme une story in progress. خلينا نقول on est en cours de route. ان شاء الله ربي يوفقنا باش نحصلوا على الاهداف نتاعنا ان شاء الله. comment ça a commencé au fait بديت بفكره وانا وقتها نخدم في اطار اخر في البنك المركزي. حبيت نعمل مشروع مشروع كيما نحلم به وكيفاش نحلم بالمشاريع. حبيت حاجه اللي الافوا تفيدني والافوا تفيد البلاد. انا كنت في وقت سابق في البنك المركزي كنت ايكونوميست وكنت نشوف التباطؤ الاقتصادي من جراء انه الصناعات ما تطورتش في تونس، ما طلعتش في القيمة المضافة. دونك قعدت نبحث على القطاعات اللي فيهم أكثر قيمة مضافة، وتوا في العالم الزوز القطاعات اللي هما يهزوا في النمو الاقتصادي في العالم هما لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي قطاع الأنفوتيك المعلوماتية وما تبعها، وقطاع البيوتيك التكنولوجيا الحيوية. وبعد دراسة مشينا فير التكنولوجيا الحيوية على خاطر برشا حاجات منهم اليد العاملة المتوفرة ومستقرة في تونس ماهيش تهاجر ياسر كيف ما في ميدان تكنولوجيا المعلومات، وعلى خاطر زادة فما برشا علاقة بالطبيعة بالبيئة بالواحد. البيولوجيا الحيوية هي في نفس الوقت تفيد البشر وفي نفس الوقت تستمد من الطبيعه ومن الموارد البيئيه نتاعنا. المشروع نتاعنا ووتر سبيريت يستمد من الطحالب المجهريه اللي ميكرو الج، ما نعرفش كان باش نبسط الساده المستمعين. كي تشوف انت الكليماتيزور يخدم يهبط في الماء، الماء اللي يركرك فيه صحيح خضار، الحاجه اللي تخضروا هذيك طحالب مجهريه، مش طحالب نتاع بحر ولكن طحالب نتاع مياه عذبه، وتلقاها في برشا بلايص في الوديان في كل شيء. فما فئه معينه من الطحالب المجهريه اللي هي تنتج طبيعيا واحد من اقوى مضادات للاكسده في العالم، يتسمى لاستاكزونتين، وعنده استعمالات متعدده اللي تعاون صحه الانسان وصحه الحيوان. دونك مشينا في المشروع هذاك، هذا ووتر سبيرت تعمل. من بعد مشيناه بفلسفه معينه. انا كيما قلت لك كنت في الاقتصاد، في ميدان الاقتصاد، ومتخرج من في الهندسه الماليه زاده. دونك كان عندي رؤيه انه ما ينجمش واحد يبعث مشروع في ميدان مختص كيف من هكا من غير ما يحيط روحه بفريق متكامل ومتعدد الاختصاصات. دونك كوننا فريق فيه الدكاتره، فيه المهندسين، كوسوسوا في الطاقه، كوسوسوا في الميكروبيولوجي، في البيوتكنولوجي. وكان هذاك اساس
اذا نجم نقولوا عملنا شويه نجاح حتى لتوا، هذاك اساس النجاح، هو انك تعطي للذات البشريه قيمه وتخليها تفجر الطاقات نتاعها في وسط مشروع متكامل، في وسط فريق متناغم. وهذا يجيبني مثلا للاغاسو، الاغاسو برشا يراوها بيئه كهو، ولكن زاد بخلاف البيئه فما الكوتي الاجتماعي واللي هو لازمك تعطي للشريك وللعامل قيمه واحترام وحتى حصص في راس المال باش هو يخدم ويحس المشروع هذاك المشروع نتاعو ونطوروه ونجحوا الناس الكل مع بعضنا وتكون فما في ارتي مع بعضنا. هذا بيان سور بالاضافه الى الاثر على البيئه. تربيه الطحالب المجهريه تتطلب استهلاك ثاني اكسيد الكربون وتنتج الاكسجين، دونك تعكس التوجه نتاع الصناعات الملوثه بصناعه خضراء عندها امباكت بوزيتيف ونيفو كربون، وهذا يعاون البيئه بصفه عامه ويعاون تونس زاده في التموقع على الخارطه نتاع الكربون في العالم كبلد يقلص من ليزيميسيون نتاع الكربون، بل بالعكس بلد يزيد في ليزيميسيون دو الاكسجين وينقص ويزيد في استهلاك الكربون المحسوه من الطبيعه. هو لهنا سي مهدي قبل ما نعطي الكلمه لسي محمد الزوري، انا حبيت جوست نقول انه مشروع كيما هكا دو ان معناتها عندك لونتربرونيا اللي يلزمها التطور بالنسبه في ليزوبجيكتيف نتاع لي زودي دي اللي حكينا عليهم، نحكيو على الانفيرونمون، نحكيو على الامبرانت كربون، نحكيو على الار اس او، نحكيو على التكنولوجي والانوفاسيون، دونك فينالمون اكثر من اوبجيكتيف انت حاططهم معناتها. وانا نزيدك الجونغ ايوا في ميدان البيوتكنولوجيا والميكروبيولوجي، اغلب المتخرجات خلينا نقول المتخرجين هما متخرجات وما فماش شركات ولا قطاعات اللي تنجم تستوعب العدد نتاع المتخرجين هذوما. واضح. دونك وقت اللي نقدموا في مشاريع من نوع هذايا حتى كان احنا نحبوا نعملوا 50-50 ما بين الرجال والنساء، نلقاو روحنا اكثر نساء من الرجال. واضح. سي محمد عندك مداخله. سي مهدي الحديث معك ممتع خاطر هنا بورزومي دونك الريوسيت اللي عندك فيها في اون بروغريسيون تويكا، يعني هي اعتمدت على ليدي نوفاتريس اوريجينال وافيكاس بالنسبه سو البلان ايكولوجيك وانفيرونمونتال وسوسيال هكا ولا. وثم ذكرت حاجه مهمه 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 او كومبيان اون انا بيزوان في تونس، هو ترافاي ديكيب مش جروب دو بيرسون، ايكيب روح الفريق، يعني الناس كل فما لا ملتي ديسيبلينارتي اي تو لو موند ا لا ما دون لا ما كيما نقولها بور كريي ان ايفي دو سينرجي. حبيتك انا جوست خاطر ما نجموش نطولوا ياسر، كي نقولوا لامباكت دو فوتو بروجي معناتها سور لو ديفلوبمون دورابل، مي فيا خلينا ناخذوا احنا ثلاثيه نتاع لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل وحتى نتاع الار اس او فهمتني ولا، هي اللي هو لونفيرونمون لو سوسيال والايكونوميك. امباكت شنو تحط سور امباكت انفيرونمونتال امباكت سوسيال امباكت ايكونوميك اون دو مو؟ امباكت اي امباكت انفيرونمونتال سي لا ريدكسيون دو سي او 2 ديسپونيبل اي لا برودكسيون دوكسيجين، خلينا نقولوا ريان كو هذه بركه ولو هي الجامة فيها حاجات اكثر من هكا. فيها حتى في الانفيرونمون احنا نوتر تكنولوجي ديكستراكسيون تخلينا بخلاف les extrêmes تاع لي ميكرو الغ ناويين نستخرجوا حاجات من لي ديشي دو لاغريكولتور بعد الزبيره وبعد الواحد، وهذه فيها كلي في سيركولير لا سيركولاريتي اللي هي ما تخليش بعد الحاجه البسيطه ان نمشيو نحرقوا كل شيء نعملوه في حم، ولكن قاعدين نحرقوا في الذهب على خاطر عندنا مكونات في وسط لي ديشي دو لاغريكولتور اللي هما ينجموا يفيدوا الصحة البشرية. هذا في ميدان الانفيرونمون. في ميدان السوسيال سو جونغ داكتيفيتي دو بوان دو فيو فالور اجوتي يخدم نوع من اليد العاملة اللي ما عندهاش فرص. مع كل احترامي لكل الفئات لليد العاملة
ولكن فما كي تجي تشوف لو تو شوماج دي ديبلومي ودي فام ديبلومي تلقاهم فوق 30 و 40%. دونك هذايا عنده امباكت سوسيال ولو محدود على قد حجمنا في الوقت الحاضر، ولكن هذايا بوتيتر إلى انسبير دوتر بور كريي دي شوز دون دي دومين سيميلير ولا دون لو ميم دومين، ويحرك شويه بعث المشاريع في ميدان سوسيال. هذا بخلاف لان احنا عندنا برامج بدينا نكونوا في جماعه في 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 دي جون كو نو افون سيليكسيوني معناتها بور لو ديفلوبمون دو لا فيليير دو لا ميكرو هال. بوتيتر با نيسيسيرمون لا ميكرو هال اللي احنا نربيو فيها على خاطرها تري كابيتاليستيك، ولكن نكونوا فيهم على الكولتور دو لا سبيرولين، على الكولتور نتاع جونالي لا سالينا، في تكنولوجيا ابسط ولكنها انوفونت ايجالمون. وهذايا من شانه انه يخلق دي زوتو انتربرونور جدد ويخلق دي زومبلوا انديريكت كيف كيف، وغدوه نجموا نمشيو للمارشي اون كونسورسيوم مع بعضنا اون تونك ان هوب تونيزيان دو ميكرو الغ ديكونومي فيرت اي بلو. هذايا دونك الثاني او نيفو سوسيال. نعرفش كانت ذكرني سي محمد الثالث ليكونوميك ليكونوميك انفيرونمنتال سوسيال ليكونوميك نطلعوا في الجام. ما عادش توا احنا الخارطه نتاع لي موليكول هذوما في العالم احنا غايبين عليها، فما حتى مشروع في تونس قاعد يصنع في الاستاكزونتين مثلا ولا حاجات كيف هناك ويبيع، وحتى اللي قاعدين نبيعوا فيه قاعدين نشيحوا في الاوراق ونشيحوا في بعض لي برودوي ونبيعوا فيهم هكاك بروت. بينما وقت نزيدوا في الجام ونطلعوا ونعملوا احنا لا تكنولوجي دو كولتور اي ديكستراكسيون ونبيعوا دي شوز ا بلو فالور اجوتي، هذيا عندها اثر ديريكت على الاقتصاد التونسي وعندها اثر على القدره التشغيليه، بويسكو كي تعمل انت اون فالور اجوتي تنجم تخلص العباد على قد المعارف نتاعهم وعلى قد الجهود نتاعهم. واضح. شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا لك سي مهدي بحولي، بارك الله فيكم. وانا تنظر انك تكون بحضرنا ان شاء الله في حصة خاصة ان شاء الله في نيكست اندستري. احنا مازلنا مواصلين معكم باش نوصلوا مع ضيفنا جوستومون سيد اسماعيل بن سرحة. اهلا وسهلا بك من جديد. باش نحكيو على الار اس او. قلت لي نحكيو ار اس او يمكن بالنسبة خاصة للقطاع الصناعي بالتحديد، خاطر ار اس او معناتها تهم كل القطاعات، بانكير ايكونوميك سيرفيس اللي تحبوا انتوما. ولكن وقت اللي نحكيو على الاندستري ديما العين تكون اكبر بالنسبه للار اس او على خاطر الامباكت كما قلنا ينجم يكون فما امباكت انفيرونمونتال، فما امباكت على لي ريجيون، على البوبولاسيون اللي موجوده غادي، وبالتالي ديما الكومبنساسيون كنوع من الكومبنساسيون يشوفها المجتمع هو انه الار اس او تكون في بلاصتها. الار اس او تكون تمويلات موجهه لمشاريع اللي تنجم تعوض اكل الفارق هذاك اللي نحكيو عليه. دونك هذا اللي باش نرجعوا له باكثر تفاصيل، وباش نحكيو على الار اس او جوستومون واللابيل كونكت نتاع الار اس او وين وصلنا فيه. سمعنا بيه برشا، فما دي ريونيون قاعدين يصيروا ريغوليارمون، برشا جوستومون ان جروب دو ترافاي اللي قاعد يخدم عنده مده، وين وصلنا فيه وشنو اللي ينجم يحسن وقت اللي نحكيو على ان لابيل ار اس او بالنسبه للاندستريال بصفه خاصه. جوست فاصل صغير مع موجز للاخبار صفية المحرر ومكملين معاك في برنامجنا حتى الخمسة نتاع العشية. Next industry. قدكم بكل خير ومرحبا بكم إلى هذا الموعد.